حقيقة يعني هناك يعني مواقف في حياة عمر رضي الله عنه، قصته مع النار التي رآها من بعيد هو وأسلم خادمه، وأنه انطلق مع أسلم فرأى نارا من بعيد فقال لعل هؤلاء يعني ركب قصر بهم الليل، يعني صارت لهم مشكلة ولا كان نذهب إليهم. وهذا العس الذي كان يفعله عمر، يمشي بالليل يشوف الناس محتاج أحد شيء كذا في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. فلما اقتربوا من النار هذه التي يرونها من بعيد فإذا امرأة معها صبية، فسلم عليهم عمر قال السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار. صحيح؟ ها؟ أصح ها؟ أي نعم. هذا واحد يبي عزم ناس فقال لهم يعني شبة النار وناستها خاصة بشتة، وهذا يشوفهم يحبون شبة النار ولا لا، فقال لهم كانكم من أهل النار نذهب نشب كذا، قال لا إن شاء الله إحنا من أهل الجنة ما إحنا من أهل النار. يعني اختر الكلام الصحيح يتكلم به. فعمر رضي الله عنه لم يقل لهم السلام عليكم يا أهل النار، وإنما قال السلام عليكم يا أهل الضوء. ثم قال أدنو اقترب، لأن امرأة معها أولادها، فقالت إن كان عندك خير أدنو وإن لم يكن عندك خير فارج، يعني لا تدنو لا تقترب، عندك خير تعال. فاقترب عمر رضي الله عنه فسألهم عن حالهم، فقالت الصبية وشابي النار نطبخ. قال ماذا في القدر؟ قالت ماء. يعني مو قاعد تطبخين شيء، ماذا تطبخين؟ قالت ماء، وعلي لهم به حتى يناموا، يعني يتوهمون أن في أكل حتى يغلبهم النوم وينامون، ما في أكل ما عندي شيء. الله بيننا وبين عمر، تقول له الله بيننا وبين عمر خليفة. فقال وما يدريه عنكم، يعني ما ذهبت أنت إلى عمر وطلبت منه منعك؟ قالت وما يدريه عنكم. قالت يتأمر علينا ثم يخفى عليه أمرنا؟ كان يجب عليه أن يخرج ويشوف الناس وكذا، وخرج على الناس لكن هي لا تدري. فقال عمر لأسلم قم بنا، فذهب إلى بيت المال الموجود، لأنه أول من وضع بيت المال أيضا عمر، فحمل الدقيق على كتفه قال له أسلم أحمل عنك قال لن تحمل عني وزري يوم القيامة. ثم ذهب إلى المرأة وبدأ يضع الدقيق، طيب، والمرأة تخبز وعمر يضعها في القدر وكذا حتى أنضج لهم الطعام رضي الله عنه، حتى يقول أسلم حتى رأيت الدخان يخرج من لحية عمر رضي الله عنه. ثم أعطت الأولاد وأكلوا ولعبوا بعد ذلك وناموا. طيب، فهي تقول لعمر وهم يأكلون أولادها، تقول لعمر والله أنت أحق بالخلافة من عمر، تقول المفروض أنت اللي تصير خليفة مو عمر. فقال هوني عليك يا أمة الله. فانطلق عمر رضي الله عنه وجلس بعيدا ينتظر حتى ينتهوا من الطعام، فلما انتهوا من الطعام وراهم يلعبون يعني خلاص شبعوا ذهب، انطلق رحمه الله تبارك الله ورضيه عنهم.